شركة النصر للكيماويات الوسيطة هي شركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التي تعمل في شتى المجالات التنموية في الدولة، ومن أهمها الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية. وتتمثل الأهمية الاقتصادية للأسمدة في أنها تعتبر مكون رئيسي ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، كما يعد توافر الأسمدة من أهم المحددات الرئيسية للتوسع في استصلاح الأراضي وتعظيم الإنتاج الزراعي للمحاصيل المختلفة. والآن كلمة اللواء دكتور إيهاب عبد السميع، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، مرحبا بسيادتكم في شركة النصر للكيماويات الوسيطة. كل عام وسيادتكم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. أعاده الله على سيادتكم والشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات. بالأمس القريب شرفت شركة النصر للكيماويات الوسيطة بافتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش. واليوم تتشرف الشركة بافتتاح سيادتكم لأحدث مجمعاتها الصناعية، ليصبح عدد المجمعات الصناعية بالشركة 4 مجمعات: مجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش 23 مصنعًا، مجمع إنتاج الأسمدة والكيماويات بالفيوم 9 مصانع، مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة 9 مصانع، بالإضافة إلى الوليد الجديد مجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، والذي يتكون من 6 مصانع لإنتاج الأسمدة الأزوتية اللازمة لتحقيق استراتيجية مصر 2030 لدعم تنفيذ المشروعات القومية للتوسع في الرقعة الزراعية بالدولة. السيد الرئيس، منذ تولي سيادتكم المسؤولية وضعتم نصب عينكم دفع عجلة التنمية الصناعية وتعظيم الاستفادة من موارد وثروات الدولة، فتفضلتم سيادتكم بتكليف الشركة بإنشاء أولى مجمعاتها الصناعية بمنطقة العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في إبريل من عام 2016، وقد شرف المجمع بافتتاح سيادتكم في شهر أغسطس من عام 2019، وتكون المجمع من 9 مصانع لإنتاج الأحماض والأسمدة الفوسفاتية والمركبة بطاقة تصل إلى 720 ألف طن سنوياً، بالإضافة إلى المرافق الصناعية اللازمة لمصانع المجمع. ولم تتوقف عجلة التنمية الصناعية بالشركة يوم، بل استمرت الإنجازات واحداً تلو الآخر بعد تكليف سيادتكم للشركة باستكمال العمل لإنشاء مجمع لإنتاج الأسمدة الأزوتية في شهر مايو من عام 2019. لنشهد اليوم الانتهاء من إنشاء المجمع الثاني بالعين السخنة، لتنفرد شركة النصر للكيماويات الوسيطة بكونها الشركة الوحيدة داخل جمهورية مصر العربية التي تنتج كافة أنواع الأسمدة المختلفة الفوسفاتية، الأزوتية والبوتاسية، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأسمدة وتصدير الفائض، حيث ارتفع إجمالي إنتاج الشركة من الأسمدة المختلفة إلى 1,740,000 طن مقارنة ب 220,000 طن منذ 8 أعوام، بمعدل نمو صناعي وإنتاجي غير مسبوق. وقد انعكس ذلك على نسب التصدير بالشركة لتصل إلى 5 أضعاف ما كانت عليه، ليرتفع عدد الدول التي يتم التصدير إليها من 40 إلى 56 دولة، وهو الأمر الذي يعد بمثابة مؤشر ثقة في جودة منتجات الشركة ومطابقتها للمعايير العالمية، وهو ما أهلها مؤخراً للتصدير إلى دولة أستراليا، والتي تعد من أكثر دول العالم تطبيقاً للاشتراطات ومتطلبات الجودة والمعايير البيئية للمنتجات الواردة إليها، ولتصبح شركة النصر للكيماويات الوسيطة هي الشركة الأولى في مصر اعتماداً بشهادة AQIS، والتي تتيح تصدير الأسمدة بأنواعها لأستراليا، لتلوح في الأفق فرص إضافية لمنتجات المجمع الجديد والذي يتكون من 6 مصانع: مصنعاً لإنتاج الأمونيا السائلة بطاقة 1200 طن يوم،
الذي يواكب أحدث نظم الأمان العالمية والأقل استهلاكاً للطاقة، وتعتبر الأمونيا الخامة الرئيسية لتشغيل مصانع المجمع، بالإضافة إلى استخدامها في تشغيل مصنع سماد الداب المحبب بمجمع الأسمدة الفوسفاتية بالمرحلة الأولى، مصنع لإنتاج اليوريا السائلة بطاقة 900 طن يوم، حيث تم الاستعانة بآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا تخليق الأمونيا اليوريا من المفاعلات التي تعمل في درجات حرارة أقل كثيراً عن مثيلتها، مما ينعكس بالإيجاب على معدلات الاستهلاك المختلفة بالمصنع وتحسين معدلات الأمان لبيئة العمل. مصنع لإنتاج سماد اليوريا المحببة بطاقة 900 طن يوم، مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 500 طن يوم، ويتم فيه استعمال عوامل حفازة متطورة تعمل على تقليل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 50%. مصنع لإنتاج نترات النشادر السائلة بطاقة 650 طن يوم، مصنع لإنتاج نترات النشادر الجيرية بطاقة 900 طن يوم، ولأول مرة في مصر، والذي يعد من أنسب أنواع الأسمدة النيتروجينية التي تتواكب مع استخدام أنظمة الري الحديثة، مجمع مخازن لسماد نترات النشادر الجيرية بالمنطقة اللوجستية بميناء العين السخنة. وقد شاركت العديد من الشركات المصرية في أعمال الإنشاء والتركيبات وتنفيذ الهياكل الخرسانية والمعدنية بحجم أعمال حفر في مختلف أنواع التربة 348 ألف متر مكعب، أعمال خرسانات مسلحة 103 ألف متر مكعب، أعمال تركيبات هياكل معدنية 14 ألف طن، تصنيع وتركيب خطوط الأنابيب 433 ألف بوصة قطرية، أعمال تركيبات معدات ثابتة ومتحركة 9800 طن، أعمال مد كابلات الكهرباء وكابلات القوى 1100 كيلومتر طول. وقد قام بتنفيذ المجمع تحالف من أكبر الشركات المتخصصة في هذه الصناعة عالمياً، شركة تيسن كروب الألمانية، بالتحالف مع شركة بتروجيت المصرية، وبالتعاون مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي كاستشاري المشروع. وقد وفر هذا المجمع 20,000 فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء، كما يوفر المجمع 1,000 فرصة عمل مباشرة و6,000 فرصة عمل غير مباشرة خلال مراحل التشغيل والإنتاج، كإسهام في خلق فرص عمل جديدة وواعدة لشباب مصر المخلصين. وتمشياً مع سياسة الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة والتوافق مع المتطلبات البيئية، لم تغفل الشركة أهمية تحقيق التوافق البيئي، وذلك عن طريق ترشيد استهلاك كافة الموارد البيئية. ففي مجال الطاقة بمجمع الأسمدة الفوسفاتية تم ترشيد الاستهلاك عن طريق استغلال البخار الفائض من مصانع حامض الكبريتيك لخفض استهلاك الغاز الطبيعي بمعدل خفض 15% من إجمالي البصمة الكربونية. كما تم مراعاة اختيار تصميم مصانع مجمع الأسمدة الأزوتية بالتعاون مع شركة تيسن كروب الألمانية ليواكب أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة، ليحقق خفضاً 13% من الطاقة المستخدمة في المصانع المثيلة. وفي مجال المياه تم تطوير محطة معالجة الصرف الصناعي بمجمع الأسمدة الفوسفاتية وزيادة كفاءة أبراج التبريد لتحقق خفض في استهلاك المياه بما يعادل 7,000 متر مكعب يوم. كما تم تصميم مجمع الأسمدة الأزوتية وإضافة معدات خاصة لمحطة معالجة الصرف الصناعي لضمان إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل داخل العملية الإنتاجية بالمجمع. أما في مجال الهواء والانبعاثات، فقد تم تزويد جميع مداخل مجمع الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية بأجهزة مراقبة الانبعاثات الدورية الآلية لضمان مطابقة الانبعاثات للمواصفات القياسية البيئية على مدار الساعة، إضافة إلى مسطحات خضراء شاسعة لتحسين بيئة العمل بالمجمعين. وبالتزامن مع افتتاح سيادتكم لهذا الصرح، يواصل رجال شركة النصر تطلعهم لتحقيق مزيد من الإنجازات بتنفيذ أعمال إنشاء مصنعي الكلور وفوق أكسيد الهيدروجين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، ليتم التشغيل التجريبي لهما بحلول منتصف العام القادم بمشيئة الله. سيادة الرئيس، اسمحوا لي سيادتكم أن أتوجه بالشكر للعاملين بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وأدعوهم إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من منتجات استراتيجية هامة على مدار الساعة، وإنجاز مشروعاتنا الجديدة التي كلفنا بها بأعلى درجات الكفاءة والإتقان وفي أقصر وقت ممكن بمشيئة الله. عاشت مصر آمنة مطمئنة،
وحفظها الله من كل مكروه وسوء. ولتسمح لي سيادتكم أن أتقدم باسم رجال شركة النصر بهدية تذكارية كتاب الله ليكون خيرا حافظا لسيادتكم.